السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم الحلقة رقم 2. ليش لازم تكون رقم 2؟ نفس توب وانت اسبتر. بصراحة ما في العاب نزلن، يب ما في العاب حماسية، في العاب بس مو مرة حماسية نجربها. قلت ليش يا فايز ما تنزل الحلقة الثانية؟ لان في ناس طلبوها، خلنا ننزلها ما دام ما في العاب. انا بصراحة ما عجبتني اللعبة هذه. اوكي خلنا نلعب ونشوف من الوحوش. اوف هيلثنا 55. طيب اوكي خلنا نشوف، هذا بيدافع، هذا بيضرب من 4، هذا 10، هذا بيدنين او شيء. لازم دفاع يا فايز لانه راح يجلدوني. اوكي انا نسيت التحكم كذا، اسحب الورقة. هذي ليش مراضي تنسحب؟ اوكي الطيارة هذي اتوقع هذي للاعداء. دامج. اوكي فايز انت فحي. تعطينا هيلث 10، استاخذ. طيب لو اضرب كم دامج؟ 2. اوكي 9. انا اخذت الحين، راح اندق 100% راح اندق، بس خلنا نزود الهيلث عشان اقل تصير الضربات شوي. اوكي كسر الدرع، هذي يضربوني 14. يب اوكي اوريك الحين اوريك. تو بدينا. مدش دخل ما تعطيني دفاع، هذي بارك دفاع. اوكي هذي صفر، ناخذ دفاع 4. حلو دوك دوك. وش هذي؟ استخدمها على هذا. I don't know. اوكي حلو دفاع برضو، صار 8 و تعطيني باور ما فيها الحين. وهذا دفاع 14، وهذا يلا يا ولد ما ضربنا ولا واحد للحين. البداية مرة صعبة. اوكي راح ناكل 10. شت طيب اللي سويناه فيه وش فايدة؟ اتوقع اللي علامة استفهام نستفيد منها نشوف وش هي. والله ما ادري بس طيب لا تقول شيء ما تدري عنه. بيضرب من لك 10، يعني مديني استغل الفرصة ناخذها في دفاع بعدين نمسطة. اوكي 6 ونمت. هذول بيدفعون، هذا ما ادري شو بيسوي، ان شاء الله ما يزود. اوكي عطى نفس الدفاع. اوكي عطى 2 دفاع. بدأت اندق. هذا بيموت. انا ادفع لا. في بيضربون 7 و5. اوكي هذا بيعطي هيلث لنفسه مع انه غبي. خلنا احنا ناخذ دفاع شوي ونفتك من هذا. برضو دفاع عشان يصير ما تهمنا ضربات. اوكي حلو 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 الحين. هذي جت باور، ما احتاج. بيضربنا 7. ناخذ دفاع 14 اتوقع فيه. ديني افقع وجه واحد اللي هو هذا. دامج 9. بس حرام 9 تروح على شخص واحد. يب عشان ما يضربني. الله مع انه حرام 9 على شخص ضربه بس. هلت نفسه هو ياخي ما يعرفون يلعبون. تعطيني هيلث، هذا بيضربني 6. انا عندي 14 برضو بس كانك طمعت. حطني هذا 0. دامج 9. ناخذ هيلث. يلا عطني هيلث 50. حلو وبعدين
حق وجهه. اوكي بيضربني بس ضربتين. اوكي عادي راضي راضي راضي. رجعت البطاقة هذه الدفاع 4. هذا بيضربني، هذا بيموت الحين. هذا بيضربني 6. طيب نفتك من هذا الحين. هذا بيضربني 6 حيوان 6. طيب نيب اوكي ديني اخذ هذا عشان ما يصير يضربني اي شيء. بعدين فقع وجهي. حلو حلو وضعنا حلو ان شاء الله. ورقة زيادة هيلث. هيلث نو 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 نو. عطني دفاع ما مدري شو بيسوي لكن بيموت صدق. لا والله ما عندي الا وحدة هجوم. كم دفاع؟ عطني باور وعطني 10 صار هجوم. يا اخي يبقى له بس ضربة. شوف باقي له ضربة وما عندي أي شيء. أوكي ناخذ دفاع. باقي له ضربة ويموت. أوكي شو بسوي؟ أوه نقص الدرع حقي. بزود أبغى هيلث. في هيلث؟ يلث 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 يطفي. أستخدم هذه عشان نزود هيلثنا. بعدين نعطيه دمج. أقوى دمج عطيته. خلصنا منهم. فلوس. ليش نقدر أخذها؟ هذه ما سنة أتوقع من باور 2. يعني دبل. هذيك تعطينا باور 1. هذه باور 2. دمج 9. أتوقع قصدي يرجعون. ناخذ هذه. ليتس جو. هذي ليش ما اقدر اخذها؟ طيب كيف 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 اللي بعده؟ اوكي متجر حلو. بعده زود طاقتنا. بعده في صندوق. وش عندك؟ شو يخلينا كنا تعبان؟ وش عندك؟ ايش فايدتها هذي؟ اوكي تعطيني دفاع 4 بس دفاع. شنو غالية مرة. مشكلة فلوسي ما ادري شلون اشوفهن. 70 اتوقع هذا فلوسي. يب هذا 119 اقدر اشتريها. شيء غريب من فلوسي. طيب هذه ايش فايدته؟ ما ادري. في هذه حلو تعطي 8 دمج بس درو 1 كارد. اوكي هذي تعطي 3. هذي حلوة ابشري هذي. هذي لا هذي عندي زيها. هي 7 دمج. اوكي نشتري بعد. نشتري هذي نجربها ليش لا. انقلت مش بقدر اشيل اي شيء صح. ليتس جو. خلاص خلصنا خلاص. سكيب. خلاص خلاص الحين وشو المخيم؟ يب ترى باقي شويه نجي الزعيم. الحلقه هذه بنجي الزعيم ان شاء الله. طيب قلتنا كم؟ قلتنا ايش رايك ازود الهيلث؟ او نطور بطاقة. خلنا نشوف وش البطاقات. وش المهم عندنا؟ هذي اللي تصير دفاع 4. لو طورتها كم تصير؟ كم تصير؟ مشكلة اللعبة ما يورونك. اوكي طور 5. لبالي بيجي دبل بصير 8 اخذت 5. اوكي الحين صندوق. لو اني مطور لو اني مزود الهوك كان افضل.
ايش فيه الصندوق؟ لا يكون يطلع لي منه وحش. اوكي فلوس 170 كود مدري شنو وبطاقات دفع 12 حلو. تحدث 4 بطاقات يعطيك 4 بطاقات حلو. سوي دامج تو ال هذه مرة حلوة. هاي تعطي دامج كلهم. اوكي نبي هذه. ما في شيء مشينا حلو. استفدنا اتوقع استفدنا. في ما في مخيم قبل الزعيم. شت الجهة الثانية يمديك بس ما يمديك. يب ما في مخيم قبل الزعيم بس ان شاء الله باقي لنا كم ثلاث بس ان شاء الله انهم ضعيفين. ان شاء الله ضعيفين ومعنا البطاقة ايش قالوا خشب اوكي 15 برضو حلو. اثنين بيهجمون اثنين هذا شو بيسوي هذا بيكسر القلب شو بيسوي. طيب اول شيء هذا دبليو اوكي عشان ناخذ دفاع هذا اهم شيء الدفاع. في هذه الورقة بجربها يا ولد أفضل ورقة بعد ما توكله أوكي. 6 من عدد بعد نذبح هذا يصير دمج 10 هذا 9 خذ يا أبوي دمج 10 أعطاني ورقة ما معي شيء أوكي. هذا بيضربني 6 دفاعي 6 أوكي بس هذا مدري شو بيسوي بكسر دفاعي يعني قبل لا حلو اوكي اعطاني حركة مدري شو بتسوي فيني الله يستر. صار 5 و4 9 حلو الدمج 14 محتاجة ايه هل تحتاجة هذه البطاقة اللي اخذت بعد استخدم الهيلث 10 ولا استخدم هذه عطني هذا تمام 60 حلو ودمج 14 يعني في واحد منكم بيموت يبياه كله دمج يفقع راسه. انت اوكي حلو سهلة مساكي والله مساكي. ابي ازود دمي لاخر شيء ما في هل نو تعطي باور كله بيموتون هذا كله الحين بيموتون. زاد اللي هنا اوكي عطني باور عشان تفك وجيههم. محتاج دفاع لانه بيموتون 10 10 هذا بياكل 10 ويموت وهذا بياكل 10 ويموت. اوكي اتمنى ثاني بس يا ربي ايش تسوي هذي تعطي هيلث 12 9 12 منو جبت 12 ما ادري. ناخذ دمج ولا هيلث تصدق باخذ هذي لان هذي بلاش يعني ما تخسر نقاط عليها صار عندك كثار تقدر تستخدمها. اوكي سهلة الحين سهلة. باقي اثنين هذا شكله زعيم او رئيس زعيم الى قروة. اوكي بس وحدة بس 65 اوكي زي هذا الحين نستخدم ثنتين كذا ما خسرنا اي شيء من ايش اسمها هذي الطاقة اللي عندنا. محتاج افقع وجهه 10 دمج يعطينا ورقة 13 دمج كل موجودين بس ما في احد هذه كم 9 تعطينا ورقتين بس ما انت عندنا الدور انا احتاج هذه وبقى نستخف معليش لا يلا حاول قبل نربط فوق مات بس بقت يديه. طيب بعد بتدافع مسكين حتى احنا ندافع يعني مسكين بعد هاي تعطيني ورقة اتوقع دمج 14
هي بالدافع ما تسوي شيء. واجهها. خلنا نستخدم هذه. حرتنا ورقة. باور. يلا ليش لا. الباور ما ادري يبقى معي. بشوف. او يروح. اوف. راح الباور. طيب عندنا هيلث. احتاجه. تضربه شيء. تضرب 5. نحتاجه شيء دفاع. حلو. 6 يعني وضعنا تمام. 10. يب يصير فل. يب احتاجه. عشان الزعيم اللي بعده او الرئيس يصير. انا دالي دامج 10 اوكي. وضعنا تمام. ممتاز ما استخدمت انا دول. راح استخدمه هنا عند الزعيم. اوكي. ما هجمت برضو. نستخدم هذه 0. 10 محتاج الحين. دمج 10. دمج 10. شوفوا راح تموت. 10 10 10 30 يبقى لها واحد بس. شفتوا بقى لها واحد. اوكي سهلة هذه مرة سهلة. ما ضربتنا ولا سويت حاجة. تو تخطط اضرب. بعطيها دمج أليم. الله يرحمها. اوكي وعبينا بوشن عندنا فل. عرفت. طيب وش في بيلد في دفاع 8. هذه مرة حلوة. ولا دمج 10. لا بصراحة باخذ دفاع هذا. اوكي سكيب. اوكي استفدنا ان عبينا غل وعدمناه. باقي صندوق وهذا الرئيس. احس انه صعب هذا. كم 15. اوه 30 كله. اوكي اوكي لا هذول راح نقصون الهلف عندي. لما احتاج الهلف شت جتني بدري. نحتاج بعد كذا دمج 9 او شيء. طرد ما ادري يعني ما تفرق نذبح مين. صدق لو ذبح لو اجبت على هذا يمكن افضل. هذا يزود الهيلث اتوقع صح. يب زود اللي هنا احول. كان بزود هذا بزود هذا. يا لو هذه الورقة اللي جتنا هذا ندفع ثمانية. اوكي حلو هذه مرة حلوة الورقة. هذه دفاع وراح يعدموني. والدمج 14. باور دامج. ما راح استخدم الباور استخدم الدامج هذا. 15 بكذا 6. الدور الثاني بيموت هذا. شت 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 شت. اوكي اوكي اعدموني اعدموني. وش الورق اللي جتني. ناخذ دفاع. هذا بيموت الحين. 13 تعدمه كله. اوكي استخدم هذا وشي. هذا بيموت وتعطي دمج 9 10. هذه افضل. 9 وصل 200. اوكي انت بيموت. ناخذ دفاع 10. شت راح نسحب. تجينا ضربة أليمة. 10. اوكي اوكي ابن انعدم. صرت 52. يب 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 يب. استخدم هذي. هذا بيموت الحين. دمج 11. هذا 14. ما اعطتني طاقة او ما اقدر. اوكي ما ادري ايش فايدتها بصراحة دي. هاي بيضربنا 11. هذاك بيدافع يعني. يا نهاجم عليه نضرب 11 يا نستخدم هذي. يصير 10 يصير يضربنا 1. يب واستخدم هذي بعد تعطينا دفاع.
لا والله حلو عطتنا دفاع. اوكي لا ضرب واحد صح؟ لا والله ما ضرب شيء ممتاز. هذول حلو فايدته انت مو زي كذا. هيلث استخدم الهيلث 14 وهذه بتعدمه. اوكي هذا بيموت. حلو الحين وضعنا حلو. الحين زود الهيلث استفد منه. ليش ما زاد؟ الله زاد 2 استغربت كان 52 زاد 62. حلو حلو حلو. نقص الدفاع هذه مشكلته. دمج هذا بيضربنا 10. ديني ما زاد الا والله ما يمديك توك او شي دافع لان ما ابغى ينقص هرثي ابد ابد. بحاول احافظ عليه. اوكي 12 كذا حافظنا عليه. طيب الحين ندور اقوى دمج عندنا. عندنا هذا 12 11 قصدي نضرب 11 ولا 9 اكيد 9. ما يبغى له تفكير يا خالد. هذه 11 يعطيك بس ما راح نسجل. حلو 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 بطاقات حلوة 20 9 هو راح يضربني 6 ضرب 2 دمج 9 لو ضربه 9 18 ما يكفي. شتو راح يضربني 6 الحيوان راح يضرب 6 راح يضربني 6. استخدم هذه وبعدين نعطي دمج يبقى 11. دور ثاني بيموت كذا ما راح يضربني صح؟ شت نقص 2 صار 60. حلو 60 حلو على الاقل مش كثير. تعطي دفاع هذا كم 13. باي باي لحظة في هيلث ما عندنا. باي باي اجل والله نقص الاثنين. اوكي اعطونا اعطونا. طيب شلون احذف اللي عندي؟ مش كم اقدر احذف اللي عندي؟ شوف دم 13 حلو باور 2 هيلث 5 ناخذ هيلث ولا دامج؟ باور ما فيها ما احتاج باور. تصدق احتاج دامج يمكن اكثر من هيلث. اعطني دامج. طيب شلون بغير اللي عندي؟ اوكي ما هو راضي يغير اللي عندي. اوكي بكيفه شكل لازم استخدمها. طيب طيب كيف وكيفه. صندوق بعد الزعيم. يس 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 اوكي افتح صندوق. فلوس فلوس ما ادري بكن معك بالمراحل الجايه ولا بوك اوف بلد. اوكي اوه بطاقات جديده باور تم 13 ابل 3 اوكي ديفنس 5 وهي صفر. اوكي ابغى هذي اكيد لانه ما تاخذ من اللي عندك الارقام اللي يسموهم اللي نسيت اتوقع. اوكي ندخل على الزعيم. احس انه مره ضعيف. ابو عين ايش يسمون الا اسم غول. غول صح اتوقع اسمه غول. بيضربني 13 غول. غول يا غول. 4 1 اوكي بيضربني 3 بكيفه. باور لا دمي 13. شوف جرب 13 عشان ترك تضربني زي كذا عشان يعرف يقول اوكي يمديني اذبحه سهل سهل مره سهل. وش سوى الحيوان؟ ما تعرف شو سوى؟ وش هذول وش؟ اتوقع ما يمديني اشوف وش. ما يمدي اشوف وش. طيب هيلث استخدمها او نصبر شوي او ما راح يضربنا هذا شيء ممتاز. استخدم هيلث اجل صار 70
ونظر الحين النود ما راح يضرنا بدافع. اوكي 5 دفاعه مو مره. اوه 17 بيضربنا. شت عطني دفاع 5. اوكي 10. شت ما في دفاع ثاني. احتاج دفاع 16 و 17 راح ناكل دفاع. اوكي اعطى 13 يعدي ما و 9. يا ولد مرة سهل، وش اللعبة هذي السهلة؟ اقطع وجهي. شلون مع دفاع؟ ضرب بس مر. اوكي 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 اعطي دفاع بيضربني 15 وبرضه دفاع سيصير 5. يلا ليش لا؟ 11 9 9. لا هذي تستخدم اثنين بعد. اوكي هذي اضرب انها بيموت بيموت. صدقوني راح يموت. ما وصلت 50 اتوقع. مو ضاربني. حلو زود الهيلث دقيقة. دمج 14 ممتاز. اوكي تعال فك وجهه فك وجهه. 40 ناخذ دفاع بلاش. ناخذ دفاع خلاص. يا اخي دمت قعدام يا غبي. هو بعد يضرب نفسه. اوكي ما راح اوصل 50 ان شاء الله ما راح نوصل 50. بيموت قبل 13. حلو وما راح ضارب. ما راح ضاربني. ما راح يضربني هذا. حلو بيموت. 9 ناخذ هذا 9. مع 9 في المقام يا مسكين. يا لك من مسكين راح تموت وانا ما وصلت ال 50 صح؟ يب. هو موتك. عطني اقوى دمج عندي. شوف عطني باور زود الدمج صح؟ لا والله ما زود الا زود صح؟ صار 10 اتوقع زود. جود باي مستر غول. وذبحنا الغول 109. يا اخي اقهر وما استخدمت اللي فوق. نسيت والله نسيت. اوكي اقهر اللعبة نسيت اللي فوق استخدمه انه مرة كان ضعيف عشان كذا نسيت. انها تعطي هيل هيل هيل. هذي مدش عطني هذي اللي مدش. يا اخي اقهروا حتى اللي فوق ما استخدمته. خلصنا مرة في مرحلة ثانية اكيد في. يب بدينا يعني مرحلة جديدة نفس الشيء اتوقع بس ان تغيرت الخريطة. يمكن الوحوش تغيرون. اوكي يا شباب هنا بتكون نهاية الحلقة هذه. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسى اللايك والاشتراك. واذا عندك العاب تبني العابهم اكتب اسمين تحت وان شاء الله ما راح اقصر باذن الله. بس لا تنسوا انهم سيء اهم سيء اهم سيء لا تنسون الاشتراك. لا تنسون الاشتراك. السلام.